تقول أعمل في ثانوية للبنات. وفي النظام إذا ولدت الموظفة أو المدرسة أو الموجهة أثناء السنة الدراسية تمنح إجازة أمومة مدتها شهران ونصف، وتتقاضى راتبها كاملا عن هذه الفترة، وتقول عن نفسها أنا ولدت أثناء العطلة الصيفية ولم أسجل الولادة حتى تاريخ بدء العام الدراسي التالي لكي أمنح هذه الإجازة حتى يكبر المولود، ومنحت إجازة لمدة شهرين لقاء ذلك. والسؤال، هل ما تقاضيته من راتب الشهرين المذكورين حلال أم حرام؟ وإذا كان حراما فماذا أفعل، مع العلم أنني في أمس الحاجة لهذا المال؟ أو حدثوني أيضا، هل لا يحق لي أخذ إجازة بدون مرتب إذا لم أفعل ما فعلته؟ جزاكم الله خيرا. هذه المسألة يرجع فيها إلى النظام، الرئاسة تعليم البنات. إن كان هذا العمل مخالفا للنظام فهو لا يحل ولا يجوز، أما إذا كان يتمشى مع النظام فلا بأس به. رئاسة تعليم البنات في المملكة أو في غيرها يحفظكم الله؟ إذا كان السؤال من سوريا، المملكة السؤال من سوريا يحفظكم الله، يرجع إلى نظامهم. يرجع إلى نظامهم. طيب، ما كان يوافق النظام فلا بأس به، ما كان يخالف فإنه لا يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، الاحتيال لا يجوز، الاحتيال والكذب لا يجوز في دين الإسلام. طيب، جزاكم الله خيرا.